نفسي تولعوا لي فيهم النار. واخوها راح جاب من عربيته جركن بنزين طلعوه في الشارع وجي واحد بمكب عليها الطنر مية نار والتاني راح مولع فيها حروق مدمرة في جسمه انتهى. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية أن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وأن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الغربية، مركز اسمه مركز قطور، قرية اسمها قرية خباطة، اسمها كده قرية خباطة، مركز قطور محافظة الغربية. الخلافات الزوجية موجودة ولازم تكون موجودة لأن أطرافها بشر، ومدام بشر يبقى ليه اعتبارات معينة، اختلاف سلوك، اختلاف أفكار، أنماط بشرية، شيء طبيعي. الزوج والزوجة مش نسخة واحدة، مش استنساخ، هي لها فكر وهو ليه فكر، لازم من وقت للتاني يحصل اختلاف في الرؤى، في وجهات النظر. الست مش كم مهمل في البيت، الست كيان لها عقل زيك، لها مشاعر وأحاسيس زيك، إنسانة بني آدمة زيك. في ناس بيعاملوا الستات إن هم كم مهمل، ما لهمش رأي، ما لهمش غير في التكاثر والإنجاب والمتعة الجسدية، وده كلام فارغ. الست ما تقلش عن الراجل في أي شيء، لها فكر ووجهة نظر وليها تفكيرها وليها منطقها، وممكن تجادلك وتنتصر عليك بعقلها. بس في رجالة بتكره ده، عايزين الزوجة الذليلة المطيعة، شمال حاضر ليمين حاضر، تلغي مخها خالص وتسلموه له على طبق من ذهب، خد اتحرك وخده وانا زي ما هتقولي امشي. وما فيش بني آدمة بتسمح بكده، تلغي شخصيتها وتلغي عقلها وتبقى عاملة زي الدب. ايه اللي حصل في قرية خباطة مركز قطور محافظة الغربية؟ زوج اسمه جبريل عنده 34 سنة، عايش مع مراته والدنيا كويسة، لكن في رمضان زي ما انتوا عارفين بتبقى احيانا الناس يعني الصيام ما عارفش رغم الصيام والله بيبقى مريح جدا، لكن في ناس ما بيستحملوش، وخاصة ان جبريل شغال سواق على الطريق، شغلنا صعبة، ورمضان برضو صيام، عايز يشرب سيارة، عايز يشرب كوباية شاي، ياكل سندوتش يجوت نفسه على الطريق رايح جاي رايح جاي، لازم كوبايه شاي علشان يقدر يستنبع كده ففعلا في ناس بتستحمل الصيام وفي ناس بتستحملوش، ودليل على كده ان ربنا حتى خلى ليه كفاره اللي ما بيقدرش يتوبوه. فربنا عارف ان في بعض الناس من اللي ربنا خلقهم ما بيتوبوش الصيام، رغم ان الصيام احنا بنقوم من النوم بنلقى المغرب بيأذن، لكن في ناس يقول لك لا صعب علينا، وهو راجل سواق فخلقه ضيق فبيتخانق مع مراته وكل يوم تلاقي مشاكل وكل يوم تسيب له البيت وكل يوم الناس ولاد الحال يتدخلوا وترجع له. الخلافات بينه وبين مراته ممتده. زوجته لها اخين عمرو ومحمد، اتنين شباب حلوين، الاتنين دول زهقوا من خلافات اختهم مع جوزها، وخاصه ان جوزها شديد شويه، ناشف شوية، مش رومانسي، ما بيعرفش يعاملها، ايده طويلة، لسانه أطول. ما برضو الإخوات مش عايزين خراب بيت أختهم، عايزين عمار البيت، يعني أختهم لما تتطلق وتقعد معاهم ما هي روشة مطلقة، يبقى خروجها بحساب ورجوعها بحساب سهراية، ودول رجال، فمش عايزين أختهم تاخد لقب مطلقة لأن دي مسؤولية هتضاف عليهم، فبيضغطوا عليها وبيرجعها لجوزها. والزوج بدل ما يقدر بكده لا بيتنمر عليها ومبهدلها وبيضربها وبيشندلها زي ما نقول باللغه الدارجه.
لغايه ما الزوجه جت لاخواتها خلاص انا جبت اخر، يا بنت الحلال يا ده جوزك، يا بنت ده ابو عيالك، يا بقت مش عايزاه، انا نفسي اشوفه مولع بنار، نفسي تولعوني فيه بالنار، ده كذا ده كذا ده كذا. برضو اخواتها صعبنا صعبان عليهم، اختهم متبهدل، والواد شديد عليه وما بيرحمهاش. يعني يا بنت الحلال جات لها، طب يا بنتي لو جبنا لك تعهد منه انها عاملك بما يرضي الله، جات كل مره كده وبيرجع تاني اوسخ من الاول. يعني ايه؟ انا عايز اشوفه مولع، انا عايز اشوفه مولع. المهم قدر يضغط عليها مع اولاد الحلال ورجعوها لبيتها تاني، وخلوا جوزها يشهد قدام الناس انه هيحسن معاملتها وانه هو مش هيضربها ولا يشتمها. لكن للاسف الزوجه والزوج ما دام العند دخل ومفيش حد بيوطي عشان الامور تمشي، وكل واحد واقف للتاني على الكلمه، الزوجه لو سكتت تتهيأ لها ان ده يشجع جوزها يزيد، والزوج يقول لك انا لو نخيت وعديت هتتمدى هي اكتر، ودي المصيبه ان الزوج يتهيأ له لو سكت انها هتفتري، وهو تهيأ وهي تهيأ لها لو ما ردتلوش الصحصحين وسكتت هيزيد. رغم احنا بنقول لكل زوجه المفترض الانثى بتقدم تنازلات شويه، دي نصيحه في ساعه مع حنفي، كل زوجه انت كيان محترم وانسان عمار البيت عليكي، وانت رئيس الحكومه بس هو رئيس الدوله، في الاول وفي الاخر الكلمه ليه هو، لانه بسبب بسيط ممكن يغير رئيس الحكومه، ممكن يجيب اربع حكومات. فلازم الست صحيح بنقادم وليها مشاعرها وحاسسها وفكرها، لكن احيانا عشان المركب تمشي المفروض الزوجه هي اللي تقدم تنازلات. ما تقوليش ما يقدم هو، هو رئيس الدوله، هو رئيس البيت، هو المسؤول عن البيت، فبالتالي كلمته تمشي حتى لو غلط. عفوا انا اسف، بس الست لازم هي اللي توطي شويه، باللغه بتاعتنا تنخ شويه عشان الامور تمشي، عشان الامور تعدي. الدنيا كلها كده، يوم ابيض ويوم اسود، ما تخليش اليومين اسود، تقدم تنازلات. لكن في بعض الزوجات اللي عند راكبهم، اتخانق معاها راحت لاخوه واخواتها وامها وبتاعها يتعهد، ده شتمني وقال لي وعاد لي، انا عايز اولع فيه، انا عايز اولع فيه. الاخوات قالوا لا ده هو زاد وفضك، انت عايز تولع فيه، انا هنخليه هنولع لك فيه تعال. واخوها راح جاب من عربيته جركن بنزين. الكلمه عايز اشوفه مولع دي كلمه مجازي، يعني هل الزوجه لما تقول انا عايزاه تحت قطر احط لها تحت قطر، انا عايز اربيجي اضرب فيه اروح اجيب لها اربيجي؟ الزوجه بتقولها كده، لكن الاخوات حاولوا ان هم يقولوا لاختهم احنا رجال وهنجيب لك حقك، وهو افترى عليك، عايز اشوفه مولع حاضر تعالى. خبطوا على جبريل طلعوه في الشارع، وجي واحد منهم كب عليه الطنر مية نار والتاني راح مولع فيه وقال له هتفرج بقى. دي صورته على فكرة الزوج جبريل، وهو حروق مدمرة في جسمه، انتهى لسه عايش في المستشفى بين الحياة والموت. لما بيسألوا مين اللي عمل كده قال عمرو ومحمد اخوات مراتي، كي دايما تقول ولعوا فيه ولعوا فيه، اهم جم ولعوا فيه عشان ينتجوا لاخته. تم القبض على محمد واحمد وعلى عمرو ومحمد، وطبعا الاخت بصفتها هي المحرضه على كده. طب دي ده علاقه زوجيه دي؟ طب الاولاد؟ طب العشره؟ طب شهر رمضان؟ بيتولعوا في الراجل حتى لو كان غلطان. ده عندكم المحكمه، محكمه الاسره، هتسجنوه وتاخدوا الشقه وتاخدوا المؤخر وتاخدوا المجدد وتاخدوا المتعة وتاخدوا الذهب حتى لو هي لابساه، وهتسجنوه مش كفاية انتقام، لكن تولعوا فيه حتى لو هو يستاهل الحرق، ما تضيعوش نفسكم عليه. ضيعتوا نفسكم وضيعتوا اختكم وانتوا لسه شباب صغير عشان خاطر ايه؟ ده هي كلمة طلاق او خلع، وتاخدوا حقوق اختكم وتحطوا رجل على رجل، بتضيعوا نفسكم ليه؟ حتى لو هو يستحق الحرق ما نضيعش نفسنا عليه. طبعا سلموا الجيرك البنزين، اعترفت تفصيليه والنيابه بتجري التحقيقات. هنقول ايه؟
لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.